ساعات فقط قبل أن يخرج وكيل الجمهورية في ندوة صحفية ويفيد الرأي العام بكل التفاصيل وحيثيات هذه القضية. وليد، مساءك سعيد. مساء الخير زميلي بسام، مساء الخير مشاهدينا الكرام. نحن الآن دائما متواجدون أمام الفيلا التي عثر عليها الأمين ريشان، الضيف الأمين ريشان. نعم، المستجدات التي لدينا إلى حد الآن، تحصلنا على بعض معلومات من فرقة ترك الوطني التي تقول بأن التحقيق ما زال جاري حول المجرمين. نعم، ربما هل من جديد حول الندوة الصحفية التي سيعقدها وكيل الجمهورية على مستوى محكمة الحراش، دائرة الاختصاص التي تم فيها احتجاز الطفل أمين ياريشان منذ 13 يوما، كما قلنا في هذه الأثناء، المسكن الذي يبعد عن الطريق الرئيسي وهو داخل هذا المنزل، يتواجد في حي راقي. ربما هل من جديد حول هذه التفاصيل؟ يعني إلى حد الساعة زميلي بس ليست لدينا أي معلومات يعني حول هذه الندوة، لكن كل يعني ما حاولنا نستفسر عنده يقولون لنا بأن الإجابة ستكون خلال هذه الندوة. نعم، أن الحي المتواجد فيها هذه الفيلا هو حي راقي كما قلت، ولم يعهد إلى عمليات إجرامية من قبل، إلا أن هذه الفيلا كانت محجوزة سابقا وكانت مشمعة من 2010. شكرا لك وليد على كل هذه التفاصيل. تنقلت قبل قليل إلى المنزل الذي احتجز فيه الطفل أمين ياريشان وبعثت لنا. نعم، بالتالي. نعم، شكرا لك جميل. بالضبط على الساعة 7:30 صباحا، حيث قامت فرق الدرك الوطني مع حراس أمن الشركة الوطنية للقنوات بالتسلل وكسر باب الفيلا التي يتواجد فيها الطفل أمين ياريشان بعد محاصرتها ليلة أمس. الفيلا التي يتواجد فيها الطفل أمين كانت محجز عليها منذ 2010، وحسب المعلومات التي استقيناها من بعض الشهود بأن الطفل أمين وجد في صحة جيدة مع شخص آخر كان يحرسه، وخلال عملية القبض كان يصرخ أين هي أموالي. من أمام الفيلا التي احتجز فيها أمين ياريشان بحي لافجري الحراش، كان معكم وليد مهاجري لتلفزيون النهار. أعيد وأذكر بالتطورات التي تابعتموها مشاهدينا حصريا على قناة النهار، أول قناة إخبارية في الجزائر. إذن قضية اختطاف الطفل